وهذا مش غريب من اعضاء اللي ساهرين على النادي ومش غريب من السيد رئيس الفرع. نقدم له تحيه كبيره برشا وباسمي وباسمي كلاعبه قديمه وكمدربه في اكاديميه كره السله. نحب نشكر رئيس عبد الناصر الجاح رئيس الفرع فريمون غرم صغار في الكوره في الباسكيت حفظنا الكل رجعنا امبيونس مزينه. ان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله كره السله ديما لاباس.